السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنشرح طريقة تجهيز سوكت رفرف خلفي في الدوران. نزل المكسور، هنا احنا معجنا الرفرف، تم المعجون، مفيش أي لزق اتحط، مفيش أي حاجة، المعجونة تمت عادي. الصنفر، قبل الصنفر هنا بقى في معانا سوكة اللي احنا شفناها، اللي هي ديت السوكة، ديت دي سوكة هنا، وبرضك نازل على الباب على فكرة. السوكة ديت عايزين بقى نعملها، نرسمها في المعجون. بنجيب بقى قلم، قلم رصاص، وبنعلم السوكة هنا، السوكة حرف السوكة من الناحية دي، هو هنا موجود معانا باين جدا يعني، في واضح ان هي الحته اللي ما كانش فيها سنكر زي ما احنا شفنا في اول الصور. هنا اهوت، هنا الجزء اللي ما كانش فيه سنكر فهي باينه جدا موجوده يعني، ده دليل معانا. ولكن العلامه الصحيحه هو العلامه اللي هنشد عليها لازم دلوقتي، بقلم الرصاص بتحط ايدك انت تحت الرفرف كده، وانا بتعلم بالقلم الرصاص رايح جاي لغايه ما توصل للعلامه المظبوط. هنا يمكن السوكه باينه بتاعت الباب، هي الجزء دوت كده، الحته الصور دي سوكه اهي. فاحنا مشينا مع الباب مع الرفرف، خدنا السوكه ديت، ومن الناحية التانية العلم باين واضح سليم، لأن هو ما كانش عليه يعني، كانت سليمة نظيفة ما خدتش معجون، فباين أوي معانا على الدليل يعني. فخدنا لزق بالشكل دوت، وبنبدأ عملية الصنفرة. بنصنفر بعد ما شدينا اللزق وخدنا العلم، العلم بيتشد يا جماعة، هنا العلم اللزق بينزل تحت العلم بالظبط، يعني تحت العلم بالظبط. العلامات دي كلها اللي فوق الزيادة دي كانت علامات كده بس، اي كلام العلام الصحيح موجود تحت، هو اللي احنا شدينا عليه اللزق اللي ماشي مع سوكه الباب. فاحنا بنشد اللزق بالشكل ده، بنشد شريطين لزق، شريطين لزق، ونبدا نصنفر. طبعا بتصنفر بمكنه الصنفره، بتصنفر بايديك، وافضل ان انت تصنفر من غير ميه علشان لازم ما يفكش، ولو هتصنفر بميه او حاجه الميه ما يكونش عليها صابون او كلام من ده عشان ما يفكش اللزق معاك، وتعرف تشتغل براحتك على اللزق. فصنفرنا فوق، صنفرنا بالصنفره زي ما انت هتصنفر ب 120 ب 100 ب 180، وبتسحق بتسحق سحق ب 320 عادي، انك هتبطن على طول. بعد ما صنفرنا فوق وسحقنا كويس قوي، طبعا هنا اهوت اللزق زي ما هو، العلامه موجود زي ما هو كده، احنا حافظنا على اول حرف في السوكه. بنيجي بعد كده علشان نشتغل تحت، بنجيب اللزق وبنلزق اللزق من فوق عشان نبدا نصنفر تحت. فقبل ما نشيل اللزق اللي من تحت، بنجيب اللزق نلزق من فوق بالشكل ده، نلزق ونمشي على عدله العلام، يعني بتمشي بها عدله بحيث ان انت تقابل برضك ايه اللزق، يكون ايه بعيد عن اللزق بحوالي ملي او 2 ملي عشان تعرف انك تشيل اللزق وتشتغل على الجزء اللي تحت. بعد كده بتبدأ، شلنا اللي احنا لازم تحت عشان نصنفر تحت بقى، اهوت نبدأ بقى عملية الصنفرة. بعد ما صنفرنا تحت وسحقنا تحت كويس قوي، هنا انا شديت لزق تحت تاني علشان في حتة معايا هنا برجلة مني او مظبطتش معايا، فشدت لها لزق من تحت تاني وعشان خاطر اصنفرها من فوق وتظبط معايا افضل يعني. شكل السوكة، احنا شلنا اللزق طبعا ده كله خالص، اصبح عندنا السوكه ديت اللي هي جاهزه كده لمرحله البطانه. في البطانه هنلزق لزق بطانه عادي وتتبطن تمام لغايه هنا كده، هو انت ان شاء الله تقدر تسحق وترش، او على حسب برضك الشغل معاك، ولكن احنا حصلنا على سوكه يعني بفضل الله كويسه، تسحق وترش عادي. لكن لو السوكه حاميه في العربيه شويه تبدا بقى تعمل معانا مرحلتين. نيجي بقى لمرحله بعد البطانه، نفس المرحله اعتبر، ولكن هنزود معانا الباب ده لان الباب فيه سوكه كده. احنا شدينا بقى لزق عشان نسحب بقى الفيلر من فوق، شدينا لزق من تحت ونزلنا وخدنا معانا الباب. طبعا الباب مع الوش اي نعم فيلر وكده ان احنا نسحب ونعمل سوكه، ولكن الباب عليه ورنيش، انت ممكن تستغل طبقه الورنيش اللي انت تعمل بيها برضك ايه السوكه. حتى لو مش هتعمل السوكه بيها او حاجه، بتحافظ على السوكه القديمه اللي في الباب، لانك لو سحقت عليها ورشيت هتلاقي الرفرف اللي انت عامله بقى ليه السوكه بتاعته موجوده، والسوكه بتاعت الباب مع الورنيش اللي عليها والسحق اللي انت سحقته، هتلاقي السوكه زي ما بنقول في الفنيين وكده عارفين بتبرطش يعني، هتلاقيها تخينه عن سوكه الباب، تلاقي سوكه الباب مشدوده وكويسه وسوكه الباب هتلاقيها مبرطشه، فالاثنين الاثنين مش سوا. فعشان كده انت بتشد لزق من بتعمل علام تاني طبعا بالقلم الرصاص قبل اللزق، لكن في علام بالقلم الرصاص تاني بتعمل علام كده بالقلم، بتسند ايدك على دوران الرفرف دوت، بتسند ايدك على دوران الرفرف دوت كده هنا اهوت اللي هو السن ده كده، وبتعمل العلام بالقلم الرصاص زي النجارين بالظبط بيعملوا بالرصاص كده، بيسند ايديه على الخشبه وبيعمل بالقلم الرصاص، وبتشد اللزق من تحت وبتروح لغايه الباب، بتنزل بيه لغايه الباب كده اهون، ده اخر السوكه اهون بتاعت الباب، وتبدا انك تسحق فوق، وتبدا انك تسحق فوق تمام كده. احنا سحقنا فوق وسحقنا الباب معانا تمام، وبتتاكد كويس قوي من السحق اللي انت ايه سحقت لغايه اللزق بالظبط، بتنقل اللزق اللي فوق عشان تصنفر الجزء اللي تحت. اللزق يا جماعه بينزل على الجزء اللي اتصنفر، اللزق بينزل على الجزء اللي اتصنفر، يعني مش بتخلي العلامه موجود، لا اللزق بينزل على الجزء اللي اتسحق، وبينزل بتشيل العلام في الوش الصنفر التاني. السحق بيتم تحت بالشكل ده برضه كويس قوي قوي قوي، حاسس ان هي هتكشف بتاعت الباب اقدر، ممكن تصنفرها تاخدها على قدها بايديك كده، هو الشغل ده تم بالمكنه، ممكن تصنفرها بيكون انجز يعني وافضل بصراحه، بتدي شغل كويس وسريع. ده بفضل الله بيكون شكل السوكه، بتكون حاميه شويه طبعا،
بتيجي انت بعد كده بقى بتقتل السكر شويه، بتموتها شويه كده، هون بتخليها لفه شويه مش حاميه قوي كده. هون بتجيب انت بقى صنفره ناعمه وتمشيها على السكر ان انت تموتها شويه، ما تخليهاش حاميه قوي، تبقى زيها زي الناحيه التانيه بتاعت الرف التاني السليم، وتخلي السكتين زي بعض من هي كده. وطبعا قبل ما بترش بتجيب الاكسدام بتاع العربيه وتركبه على العربيه، بتشوف السوكه بتاعت الرف ماشيه معاه او لا. الكلام ده لون بيتم اصلا في مرحله المعجون، ولكن احنا ما عملناهوش في المرمدين، لان زي ما شفنا في اول الفيديو الجزء ده كان سليم، ما ربناش عليه معجون او عملنا عليه سوكه او حاجه. بعد كده بيتلزق عليه وترشه، ودي كانت هديه بفضل الله بعد الرش. انا السوكه الحمد لله تمام، ولو ضغط السوكه هنا بتاعت الرفرف ماشيه مع الباب الحمد لله، نتيجه بفضل الله كويسه. هنا برضك يمكن واضحه شويه اهي السوكه هنا ماشيه اهيت، بتاعت الرفرف بتاعت الباب برضك ماشيه معايا اهي. بفضل الله كده تم الموضوع. نسألكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله.